السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم اليوم معنا في مدينة سيدي علال التازي أو بلدية سيدي علال التازي اللي كتنتمي لإقليم القنيطرة. إذا مرحبا بكم معنا في بلدية سيدي علال التازي. هنا الشارع الرئيسي ديال سيدي علال التازي. غنحاولوا نشوفوا هذا الحي الجديد اللي كاين هنا في سيدي علال التازي، ومن بعد غنكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله في اتجاه مدينه سوق الثلاث، جامعه الترابيه سوق الثلاث. هاد الطريق هذيك تؤدي للحد ديال ولاد جلول. هنا كاين مدرسة علال التازي، هذا هو الحي الجديد ديال سيدي علال التازي. هذا حي جديد هنايا، غنحاولو نضرب واحد الدورة خفيفة عليه. هنا كاين ثانوية تأهيلية، الوقاية المدنية، جابتنا الظروف في الليل، زدنا من هنايا، هذا الشيء علاش صورنا هذا الفيديو في هذا الجو. هذا المهم، هذا حي جديد، راه حي كبير تبارك الله، هنا في جزيئة جديدة. هذه ما كانش مؤخرا، عاد زادت هذا الحي، هذا تقريبا واحد 10 سنوات كانوا هنا شي جوج ديور ولا ثلاثة في هاد الجزيئة هادي. بالنسبة لسيدي علال التازي، سبق شي أخ ولا أخت كان طلبتها مني في إحدى التعاليق. ها هنا الاخت ولا الاخ اللي طلبها مني، وسمحوا لي لانني دزت في هذه المنطقه في الليل، وتفكرت داك التعليق ديال ما عقلتش بالضبط واش اخ ولا اخت اللي طلبتها مني. ها سيدي علال التازي عندكم، كيف كيف هنا كتكون المحطة ديال الحد ولاد جلول، الطاكسيات ديال الحد ولاد جلول كيكون هنا، والهي اون فاس معنا كاين المارشي ديال علال التازي. فوالا هنا نحاولو نشدو المارشي، هو هذا اون فاس معنا. هنا نحاولو نشدو الشارع الرئيسي اللي كيأدي لسوق ثلاث الغرب. شارع هذا شارع جديد، عاد صايبوه ديال سيدي، مكانش هكا. هنا عاوتاني كتكون المحطة ديال سوق أربعاء الغرب، الطاكسيات هنا كيكونو. وكاين واحد الحي هو هنا عاوتاني،
كنت أتمنى أنني نصور سيدي علي التازي بنهار، ولكن معليش مرة أخرى إن شاء الله. هنا كاين المعمل ديال الروز، هو هذا على يد اليسر. إذن هذا هو بلدية سيدي علي التازي.